أخيرا شيخ كريم، من اقتنى كلبا، ما صحت هذا الحديث أعزكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث أبي هريرة، حديث صحيح، من اقتنى كلبا لكلب صيد أو ماشية أو رواية وزرع نقص من أجره كل يوم قيراته. نعم شيخ كريم، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. وقبل الختام دكتور متولي البراجيلي، الدعاء لوالد الزميل علاء.